رمضان أهلا مرحبا رمضان. اهلا بكل اللي بيشوفوني بيتابعوني، يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض فكره حلوه جدا، سهله وسريعه، وهتقدروا تعملوها وهتستغلوا قصائص الخياميه. فكرتنا النهارده زي ما انتم شايفين بقصائص الخياميه وقطعه كرتون، هنعمل زينه لرمضان. عايزه اقول لكم ان قصائص الخياميه دي بقى معايا من الفانوس اللي عملناه في اول افكار رمضان. ان شاء الله النهارده هنعمل بيها فكره جميله جدا جدا، انتوا هتحكموا عليها في الاخر. هحتاج ان انا اقص الكرتونه طبعا شكل فوانيس وشكل هلال. طبعا عايزه اقول لكم كمان ان الفوانيس والهلال دول طالعين من الفانوس اللي احنا عملناها، هحط لكم الصوره بتاعته والرابط بتاعه فوق كده، هو هيظهر لكم على الشاشه. اول حاجه هرسم هلال وهرسم فانوس برضو للناس اللي ما عملتش الفانوس عشان يقدروا يرسموه. هبتدي ارسم كده فانوس بالشكل ده، قصتهم كده بالشكل ده، قصيت طبعا كذا شكل منهم او عدد يعني منهم عشان نعمل بيه الزينه. هجيب قماش الخياميه وهقلبه على الظهر وهبتدي الزق عليه كل الاشكال اللي انا عملتها. بلزق الفوانيس كده بالعكس عشان توفر معايا في القماش برضو، واقدر ان انا استغل كل قطعه في القماش. الفكرة سهلة وموفرة، وفي ناس كتيرة بقى عندها قصائص الخيامية ومش بتقدر تعمل بيها حاجة، فدي النهاردة طريقة سهلة جدا تقدروا تستفادوا بيها من قصائص الخيامية. ببتدي كده اقص كل الاشكال اللي معايا، بنسيب مسافة بين كل شكل والتاني عشان نتني الشكل بتاع الخيامية او نتني القماش بعد كده على الفانوس والهلال. فانا بسيب زي 1 سنتي كده من الجناب عشان هنلزقه كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هلزقه من ناحيه واحده، يعني هغلف الكرتونه من ناحيه واحده. انتوا طبعا ممكن تغلفوها من ناحيتين لو حابين ان هي تبقى متعلقه في السقف كده، تبقى الفانوس يعني كله متغلف، لكن انا هعلقها على الحيطه فمش هتبان الشكل من ورا، هيبان بس الشكل من قدام اهو زي ما انتوا شايفين كده. غلفت الهلال والفانوس كده بالشكل ده. دلوقتي هجيب برضو القصائص اللي اتبقت معايا اللي هي اصغر قصائص، يعني هنعمل بيها مثلثات عشان تبقى زي البوارق كده، مثلثات صغيرة جدا. طبعا هحطها بين الفانوس والهلال بالشكل ده كده. هجيب دلوقتي خيط الدبارة، طبعا قلتلكوا زي ما قلتلكوا الخيط ده احسن خيط بيستخدم للزينة. هبتدي ألزق كده مثلث من المثلثات اللي احنا عملناها، وبعد كده هلزق الفانوس. وهلزق بين كل فانوس وهلال حتة مثلث كده من البوارق اللي احنا عملناها الصغيرة خالص. ممكن طبعا لو عندكم قماش زيادة تعملوها اكبر. وهكمل لزق بقية الاشكال كده على مسافات متساوية طبعا عشان يبقى شكلهم حلو. دلوقتي بجيب الاستراس او اي حاجة للتزيين، ببتدي احط كده خط على الفانوس، وبعمل خط من الحتة بتاعت الفانوس اللي من فوق دي كده، بلزقها طبعا بالشمع، وبلزق برضو حتة تانية تحت، بتدي منظر حلو جدا للفانوس برضو وشكل حلو جدا للزينة. وكده خلصت الزينة معانا، وده شكلها بعد ما علقتها. بتمنى الفكرة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكتبولي تحت في التعليقات واكتبولي عملتوها ونفذتوها ولا لا، واشوفكم في افكار تانية حلوة كتير مع قناة ايزي كرافت. وطبعا ما تنسوش تشوفوا كل الافكار اللي عملتها لكم رمضان السنة دي، وينعاد علينا جميعا بالخير يا رب. وما تنسوليش من دعواتكم الحلوة، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني، ولايك على الفيديو، واشوفكم في افكار تانية حلوة كتير، وسلام عليكم.